كل التقدير والاحترام والعرفان لرئيس الهيئة، طبعا هيئة الترفيه، معالي المستشار تركي آل الشيخ. وده لما سافرت بقى المرة اللي فاتت فكرت ان انا اقدم هدية لشعب المملكة، خدت الكلام واللحن من الفنان الكبير ونقيب المهنة الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، وقلنا مين يوزع اللحن ده، فما لقيتش غير الأسطورة المايسترو أمير عبد المجيد.